ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. ما زلنا طبعا كلامنا مستمر عن نادي الأهلي والفترة القادمة، خصوصا يعني إن احنا مباراة كاس ثم الدوري الممتاز بيرجع من جديد إن شاء الله بمباراة الإنتاج الحربي إن شاء الله يوم الخميس. كل التوفيق لفريقنا. النهاردة كان بيدرب الفريق بشكل طبيعي، بعض اللاعبين زي محمد نجيب، كريم نيدفيد بيتمرنوا بشكل فردي نتيجة طبعا الإصابة اللي عندهم. مجموعة اللاعبين الدوليين رجعوا بالسلامة، لكن إن شاء الله هيكونوا متواجدين غدا في التمرين بشكل طبيعي بعد عودتهم من مباراة غانا، ثم طبعا راحوا السعودية والتكريم وأداء مناسك العمرة، يعني ربنا يبارك لهم فيها إن شاء الله كده وتقبلها منهم بأمر الله. يعني النادي الأهلي في المرحلة القادمة بيبص بقى لهذه البطولات اللي هو بيشترك فيها، سواء دوري أو كاس أو إن شاء الله بطولة السوبر اللي هتكون في يناير أمام فريق المصري. كل التوفيق لفريقنا. كابتن حسام البدري طبعا كان في محاضرة فنية للاعبين قبل المران، الكلام بقى يمكن كانت لمدة 30 دقيقة، وكان الكلام فيه عن هذه المباراة، مباراة الإنتاج الحربي إن شاء الله القادمة في الجولة 9 بأمر الله من مسابقة الدوري. أيضا زي ما قلت لحضراتكم اللاعبين الدوليين إن شاء الله هيكون أول تمرين ليهم بكرة بعد العودة من السعودية. علي معلول بيكتفي بأداء تدريبات الجيم مع طبعا كابتن محمد ابو العيلة. اكيد علي معلول من اللعيبه المميزه اللي خسروا من النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، خصوصا في مباراه مهمه زي نهائي افريقيا، وايضا المباراه الاخيره امام طبعا في كاس، مباراه الكاس امام تليفونات بني سويف. ولكن علي معلول هو لاعب المنتخب التونسي ايضا، يعني اكيد كان موجود في فرحه بلاده بالوصول لكاس العالم، بالاضافه طبعا للمنتخب المغربي. مبارك لهم طبعا كل التوفيق للمنتخبات العربية إن شاء الله في كأس العالم، ودي أول مرة تحدث في تاريخ كرة القدم إن يبقى في أربع منتخبات عربية موجودة في كأس العالم مرة واحدة. يا رب دايما باستمرار تبقى العدد في زيادة مستمرة. زي ما بقول لكم كريم نيدفيد ومحمد نجيب بيتمرنوا كتمرينات فردية إن شاء الله لاستعدادا لعودتهم في التمرينات الجماعية إن شاء الله بأمر طبيب. بنبارك لأحمد عادل عبد المنعم بيرزق طبعا بمولود جديد، وعشان كده هو بينتظم في التدريب، يعني كان واخد إذن وابتدى ينتظم في التدريب، ولكن بنقول له ألف مبروك يا أحمد على مولودك الجديد. كل التوفيق ليك يا أحمد، لأنك من الحراس المميزين، بالإضافة طبعا لمحمد الشناوي وشريف إكرامي. زي ما بقول لكم رامي ربيعة بقى بعد إصابته في مباراة المنتخب وأمام غانا بيعمل أشعة بيطمن على العضلة الضامة إن شاء الله. أيضا رامي ربيعة من اللعيبة المؤثرة في خط دفاعنا، خصوصا إن احنا بنعاني في وقت من الأوقات أو الوقت السابق في جزئية الدفاع ووجود المدافعين في هذه المنطقة. كل التوفيق لرامي ويرجع بالسلامة إن شاء الله في المباراة القادمة. بكامي ماتشيمبي اللاعب الجنوب افريقي اللي كان منضم لمنتخب بلاده، اللي يمكن منتخب بلاده فشل في الوصول لكاس العالم، بيعود للنادي الاهلي. يمكن تاخرت طائرته لكن هيكون موجود مع الفريق النادي الاهلي تدريباته الجماعيه بدايه من غدا ان شاء الله اربعاء. طبعا منتظرين بكامي ماتشيمبي يبقى من اللعيبه الموجودين في الفتره القادمه مع الفريق. احنا شفناه في مباراه وديه، ولكن من الطبيعي ان احنا نشوف بقى في مباراه رسميه بتالق ان شاء الله بامر الله. نتيجه اللي احنا شفناه من المباراه الوديه، هو لعيب سريع، لعيب صغير في السن، نتمنى ان شاء الله يعوض بعض الغيابات او بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في بعض الاحيان في الجزء الهجومي. ايضا لو كنا بنتكلم على النادي الاهلي وتاريخه ان شاء الله، يعني نادر خليل مدير التسويق بالنادي الاهلي بيتكلم على دولاب بطولات النادي الاهلي ومتحف النادي الاهلي. لو كلمنا طبعا على البطولات، عدد لا حصر له ما شاء الله للنادي الاهلي في سواء بقى كؤوس سواء دوري سواء طبعا جميع الالعاب، بتلاقي طبعا ما شاء الله تروح كده النادي الاهلي الجزيره مش لاقيين مكان نحط فيه البطولات اللي عندنا والكؤوس اللي موجوده، فبالتالي في دولاب بطولات جديده، في متحف ان شاء الله شركات عالميه بتتنافس انها تنشئه بشكل كبير، وده في حد ذاته ده جزء من التسويق الرياضي بالنسبه للنادي الاهلي والخطه السوقيه ان شاء الله للنادي الاهلي. ولكن طبعا كل التوفيق لينا احنا كنادي اهلي، كل ما بطولاتنا بتعلى كل ما القيمه السوقيه بتاعتنا كنادي بالنسبه للرعاه بتعلى اكتر، ولكن كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي والنادي الاهلي ككيان. ايضا بالنسبه للعروض الوديه للنادي الاهلي، ايضا اعلن نادر خليل مدير التسويق عن تلقي اكثر من عرض لخوض مباراه وديه عالميه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، لكن ان شاء الله ده بالاتفاق مع الجهاز الفني ومجلس الاداره والاداره عامه الاداره الفنيه. ولكن اسم النادي الاهلي قبل كده احنا شفناه بيلعب فرق كبيره زي ريال مدريد، برشلونه، روما، كل الفرق دي اكيد
عارفين قيمة وجود النادي الأهلي في الساحة العالمية، بالرغم ان احنا ممكن مش هنلعب بطولة العالم للأندية القادمة، ولكن هو ده النادي الأهلي زي ما بقول لكم، يعني هو ده النادي الأهلي دايما باستمرار. يعني بنتكلم بقى عن النادي الأهلي، وممكن في الفترة اللي فاتت كان في بعض الأمور الخاصة باللجنة الأولمبية، يوم الخميس القادم هيكون في حكم